السلام عليكم الناس، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في قناة عالم ايناس. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم التجربة ديالي ديال فخيتوز اللي خديتها من بيان. فخيتوز اللي كتقلي بلا زيت صحية، هنايا جربتها في عدة استعمالات، زعما صراحة صدقات زوينة وكتجي. جربتها في لافخيت كيجيو مقرمشين، جربتها في الحوت. هنايا بقى ليا غير اليوم ان شاء الله غادي نجربها في الشباكية. مازال ما جربتش لي ستيك، مازال ما جربتش بزاف د الحوايج، ولكن على حسب التجربه ديالي معاها كتبان ليا مزيانه. غادي نشارك معكم ان شاء الله فيديو نقدر نوع فيها هاد اي حاجه نقدروا نقليوها في الزيت نقليها فيها وتشوفوا النتيجه ديالها. هنايا اليوم غادي نشارك معكم التجربه ديال الشباكيه، غادي نقليها فيها ونشوفوا النتيجه ديالها كيف غادي تكون. هنايا كتجي هكا على هذا الشكل، كيديروا فيها هكذا هنايا هاد الشبكه هادي اللي كتكون هنايا. هنايا كتحط هكذا، غادي ندير فيها هكذا الشبكيه ديالي. هنا راه كتهز هادي قياس كبير، ها هو هنا راه داري الماكسيموم ديالها فين هنايا اللي كتشوفوا معايا، ها هي هنا كاينه الماكسيموم، هنا فين كاينه الا شفتوها من الداخل. هكا غادي نوزع الشباكيه، هاي كيف كتشوفوا. انا ما عمرتهاش القياس كله اللي عطيني، نقدر مازال نزيد على هذا القياس اللي عندي. صافي غادي نديرها هنايا. هنايا بالنسبه للحلويات عطيني هنايا من 5 حتى 8 دقائق، انا غادي ندير هنايا 5 دقائق. هذا هو الاستعمال ديالها، ونعاود نشوف معكم من بعد ما توقف 5 دقائق غادي نشوف معكم النتيجه ديالها كيف غادي تكون. الا احتاجينا نزيدوها باش نكملو 8 دقائق غادي نزيدها نقلبها ونزيدها. نورمالمون لي فخيت هادشي اللي كندير واحد 2 مينوت وكنعاود نقلبهم هكا باش كيتحمروا كلهم كيجيو اللون متوحد. بقاو معايا غادي نشوفوا الشكل ديالها كيف غادي يكون. هيا هنايا غادي توقف، بغيت باش تشوفوها هكذا فاش غادي دوز 5 دقائق تشوفوا الشكل ديالها كيف غادي يكون. نستناو غير واحد شويه. هنايا وجدت حدايا العسل باش ينفع نخرجها من الفخيتوز ندوزها في العسل. فاش كتوقف كدير واحد الصوت باش كنعرفوها وقفات وكتشعل هاد هي كيف كتشوفوا، نتوما كيف كتشوفوا معايا. هنا غادي نعاود نخليها واحد 3 مينوت، نزيدها 3 مينوت كافياها. صافي هنايا راه كاينين اللي تحمروا، غير نقلبهم هكذا شويه. وهاد الشباكيه اللي غادي نشاركها معاكم في صندوق الوصف، نخلي لكم رابط ديالها في صندوق الوصف. ما كتهرش كيف كتشوفوا، ما تخافوش منها، كتجي رائعه. اللي قلاها في المقله راه غادي نخلي لكم الطريقه ديالها وكل شيء التفاصيل ديالها. انا شاركتها معاكم قليتها عادي في المقله في الزيت، وهنايا شاركتها معاكم هكا في الفخيتوز. انا غير بغيت ندير هاد التجربه ديال فخيتوز مع الشباكيه نشوف كيف غادي تصدق. مزيانه كتبان. صافي هنايا زدتها غير 3 مينوت، تالي هاد 3 مينوت ونتلاقاو ما تتمت نشوفوا الشكل ديالها كيف غادي يكون. هنايا ها هي وقفات. صافي هنايا غادي ندير هاد ديريكتومون في العسل كيف كتشوفوا، ها الشكل ديالها كيداير. ضروري خصها تكون سخونه باش نديرها في العسل. هنا غادي نوريكم الشكل ديالها كيف غادي يجي من بعد ما غادي نعسلها هكذا.
الفيديو ديال العسل غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. كيف كتشوفوا ثقيله هاد العسل، ان شاء الله كتجي ثابته على الشباكيه كما كيف كتشوفوا. غادي نضيف واحد الكميه من العسل، كيبان لي العسل هنا ما بقاش بزاف. هاد الشباكيه كتجي صحيه بلا زيت، هي في العجينه فيها زيت الزيتون، فيها الزبده، اللي كيتبع الحميه وكي ما كيقدرش على المقليات من الاحسن يديرها هكا بلا زيت. تقدروا طيبوها حتى في الفران هكا، ندوزوها في العسل فران شويه كتجي قاصحه. هاد الفخيتوز كتبان ليا جات رطبه، ماشي رطبه ولكن كتجي بحال مقليه، ما كتحسوا بها مقرمشه. هيا انا غادي نشارك معكم واحد حبه هكا، شوفوها كيف كتجي، غير كتهرس ما كتحسوش بها قاصحه. هاد الفريتوز اللي بغى ياخذها من الاحسن صحيه والثمن ديالها مناسب. صافي انا غادي نخلي الشباكيه ديالي تعسل، ونتمنى لا فيديو ديالي تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نبارطاجي معكم بزاف الحوايج في هاد الفخيتوز. واللي مازال ما تابوناش عندي في القناه يسابونا، مرحبا بكم عندي. واللي عجبتو لا فيديو ما ينساش لايك البنات ولي كومونتير، ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله.